أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا مرة أخرى بضيفي في البلاطو سيد وحيد، مرحبا بك. طيب، نقطة أخرى مهمة ذكرها اليوم وزير الفلاحة وتحدث على أنه يجب أن تتضافر الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب آفاق 2027. نعم، بطبيعة الحال أشرت إلى نقطة مهمة في البداية، والإجابة تاعها راح تكون درك حاليا. هي كما ذكرتم أنه في مركز الدولي للمؤتمرات كان في حضور عدة وزارات وعدة قطاعات وزارية. تضافر الجهود، لأنه قضية الفلاحة حاليا أو قضية الزراعة الاستراتيجية حاليا هي يعني الشغل الشاغل للجميع. نعم. جميع القطاعات. إذا تكلمنا عن فتح المسالك وعن الكهرباء، إذا تكلمنا عن فتح المسالك والكهرباء مثلا هي قطاع الطاقة، إذا تكلمنا على التمويل إلى غيره هاي فيه قطاع المالية، إذا تكلمنا عن الموارد المياه راه فيه عمل جبار قمنا به مع وزارة الموارد المائية. يعني كل في الشق اللي في، اذا تكلمنا على سلاسل القيمه ويعني والاستثمار بصفه عامه فيه الوكاله الجزائريه لترقية الاستثمار. كل هذه القطاعات راها معنيه بزياده المساحات الموجهه للزراعه الاستراتيجيه، علما انه فيما يخص هذه المشاريع الكبرى يعني راها فيه لجان مركزيه على مستوى وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه اللي راهي صار عليها السيد الوزير، واللي مكونه يعني من جميع الوزارات بما فيهم الأمناء العامون. يعني القضية راهي مدروسة على كما يقولوا على مستوى عالي، يعني من أجل لأنه باش تكون يعني القرار يكون مباشر. هذا الشيء اللي راه يخلي يعني زيادة في المساحات الموجهة للاستثمار. يعني أعطيتك ثاني جانب يعني لا يقل أهمية، هو في قضية كما قلت لك يعني توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الحيازة الميكية على قارية، وين أمر يعني في مجلس الوزراء بأنه الإسراع في إعداد عقود الملكية. احنا بغض النظر على المشاريع الكبرى، ولكن إذا كان فيه مشاريع ناس عندها يعني فاتت في مداولات وكان عندها يعني قبول مبدئي من أجل الاستثمار في 150 200 هكتار 250 كما قال السيمونيب، هذه راه يكون فيها يعني قيمة كبيرة. حيث أن لاحظنا أنه مجرد ما أعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمة بصرامة في مجلس الوزراء كانت فات 50% من الملفات اللي كانت عالقة على التعليمية الحيازة الميكية العقارية تم يعني الفصل فيها، وتجاوزت 175 ألف هكتار. يعني قيمة الهكتارات يعني لو كان نقسموها على عدة أشخاص 175 ألف هكتار تم فيها الفصل، والحمد لله هذا كله يرجع للسادة الولات. نعم. واللي اللجان اللي قاموا بها. هذا أول جانب. الجانب الثاني، هذا اللي عندهم يعني برنامج الحيازة على الملكية العقارية ما كانش عندهم الاستفادة من الدعم، والدعم هو كل شيء خاصة في بداية المشروع. إذا كان حفر الآبار مدعم، يعني كل ما يتعلق بالليكيبمون أجهزة الري إلى غيرها. نعم. إذا كان فيه المحور الرش المحوري مدعم، إذا كان عنده دعم راح يكون عنده أكثر قابلية على أنه يستغل القطعة الأرضية ويستثمر أكبر نسبة. جي. إضافة إلى هذا كان فيه الملفات العالقة، هو الناس اللي كانت عندها يعني استغلال أراضي بدون سندات. نعم. يعني هذا راح يكون يعني الدولة الحمد لله استغلال بدون سندات، يعني كان عندنا آجال لدراسة هذه الملفات. واش راح يدي؟ راح يدي عقد الامتياز، يعني الأرض. نعم. راهي تاع الدولة والشخص راه مستثمر يعني عقد الامتياز فعليا في إطار قانون الاستثمار في إطار لا ماشي في عقد الامتياز في إطار القانون 21432. يعني يحصل على عقد الامتياز نتاعو في حالة ما إذا ما استثمرش هاي الدولة ترجع الأملاك نتاعها وتعاود تسترجعها وتعطيها للإنسان. طيب، في نقطة توسيع المساحات أستاذ وحيد، هل هناك مخطط لولاية أخرى؟ ليس فقط ولاية أضرار أو تميمون. بطبيعة الحال يعني ما عندهاش مدة طويلة، نسيت يعني التاريخ بالضبط، وإنما قمنا بيوم إعلامي على مستوى يعني تحت إشراف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ودرنا فيه يوم دراسي اللي حضروا فيه جميع القطاعات المعنية وجميع مكاتب الدراسات. اللي واش وضعنا خارطة هي الليتر يعني الليتر بوتنسيال، يعني الأراضي القابلة للزراعة في الجزائر، وين كان فيه دراسة قامت بها الوكالة الفضائية لازال.
يعني قامت بها دراسة قامت بها لازال، عندنا دراسة قام بها مكتب الدراسات في الهندسة الريفية بنيدير، كاين دراسة أخرى قاموا بها يعني وزارة الموارد المائية. من خلال هذه الدراسة واش وضعنا؟ وضعنا جميع المساحات يعني اللي هي نقولوا قابلة للاستصلاح، وبعدها يكون فيه يعني تركيب عدة طبقات، خاصة الطبقة الأساسية وهي طبقة وجود المياه، يعني نسبة المياه، نسبة التدفق وعمق المياه. هذه الدراسة خلاتنا نحصلوا على مساحات يعني أخرى قابلة للاستغلال، قابلة للاستثمار، واللي هي تربى على عدة ولايات. هذا الشيء اللي راح يخلينا نفتحوا مجال الاستثمار كما قلت لك يعني وبكل صراحة نفتحوها بطريقة عقلانية. يعني عندك مشاريع كبرى لازم توجسد، عندنا مستثمرين أجانب، مستثمرين جزائريين حابين يفوتوا في الرواق الأخضر. الرواق الأخضر واش هي؟ يعني كل ما يتعلق بتطوير وتكثيف الحبوب راح يكون فيه 2000 هكتار فما فوق. أما في كل ما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية يعني اللي راح حددها المرسوم التنفيذي راح تكون فوق 10,000 هكتار. يعني هنا راح تكون فيه احنا راعنا المساحات المتوفرة، المساحات القابلة للاستغلال. يجي المستثمر نقوم بدراسة أولا الموقع مع بعض، دراسة الجدوى نشوفها مع بعض، يعني المرور في اللجنة المركزية راح يكون بطريقة محكمة يعني بوجود جميع القطاعات. عمل ميداني، عمل ميداني كذلك. يعني ما راحش نرسلوا مستثمر غير كيما هكذا قال هاي لك المنطقة وبالدرجة تاعنا ودبر راسك. هذه راه كاين عمل ميداني، مرافقة دائمة من بداية الفكرة المشروع، نعم، من دراسة الجدوى، نعم، إلى غاية تجسيد المشروع، ولكن بشرط، ولكن بشرط يعني الشرط هذا لازم نهضروا عليه درك. راه كاين برنامج استصلاح يوضع بلانينغ على صاحب المشروع، احترام برنامج الاستصلاح اللي راح يوجه له، لانه ما راحش نتكلموا على 1000 هكتار ولا 2000 هكتار، مساحه 10,000 ولا 15,000 هكتار راه يتطلب مده. يعني وذلك علاش مده؟ لانه برنامج حفر الابار وراها المؤسسات الكبرى اللي راح تجيبها باش في عام تكمل لك هذاك حفر الابار بصفه عامه، ما هو ممرض يعني اللي راح تجيب من عنده ادوات الرش المحوري وكل التجهيزات يكون فيه. معليش يا اخويا ماشي في عام، راه كاين فيها الدراسه على عبر سنوات ولكن نعم. تكون مدروسه. نعم استاذ وحيد تيفاني مدير التنظيم العقاري واستصلاح الاراضي، شكرا لك على كل هذه سيدي. التفاصيل. شكرا، شكرا لكم، بارك الله فيك. سيدنا الكرام انتقل معكم الى الموضوع الثاني للحديث عن مقاربه لتعزيز الالتزام الوطني، منتدى حواري حول انجازات الجزائر الجديده وحديث عن السياسه الخارجيه الجزائريه، المواقف الثابته واعاده التموقع، مع ضيفي عبر خدمه سكايب الاستاذ عبد الرحمن بن شريط استاذ علوم الفلسفه السياسيه بجامعه الجلفه. مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. طيب كان هناك منتدى حواري اول من نوعه تحدث عن مقاربه لتعزيز الالتزام الوطني وحول انجازات الجزائر الجديده، وكان من بين محاوره الحديث عن السياسه الخارجيه الجزائريه، المواقف الثابته واعاده التموقع، خاصة في ظل الصراعات الموجودة. كيف تتابع عمل الدبلوماسية الجزائرية اليوم؟ في البداية لابد أن يعني نتعامل بامتياح باعتزاز، عندما يصبح الشأن الوطني والشأن الدولي موضع ندوات ومنتديات وموضع حوار بين المثقفين الجزائريين والمسؤولين الجزائريين، ونكون المواطن على دراية وعلى اطلاع بكل المجهودات التي تبذل من أجل التعامل مع المرحلة، التعامل مع الصعوبات، ضبط الآليات والأساليب المنهجية المتبعة في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها عملية التنمية والتي تسعى الدولة بكل إصرار على التغلب عليها. بالنسبة للأمر المتعلق بالدبلوماسية، أعتقد بأن الجزائر أصبحت موضع احترام وتقدير من طرف العالم بكامله، وهذا الاحترام لم يعني تتحصل عليه صدفة، ولكن الجزائر عملت كل ما بوسعها لكي تكون أولاً دولة ملتزمة بمبادئها، بقيمها الإنسانية وبقيمها المرتبطة بالتعايش السلمي واحترام التنوع البشري
احترام القيم الإنسانية المرتبطة بحرية تقرير المصير، بالنسبة للحرية، بالنسبة للاستقرار، بالأمن، بالنسبة للعلاقات المبنية على التعامل بالمثل والقضاء على كل أدوات وكل مفاهيم التمييز. أستاذ عبد الرحمن، الجزائر كانت لديها مواقف دبلوماسية قوية خاصة في الأمم المتحدة منذ انتخابها. بالفعل الجزائر كانت لها هذه المواقف، لأن الجزائر عندما قررت أن تنخرط بشكل يعني عملي وبشكل يعني بثقلها في الأمم المتحدة من خلال الحصول على يعني كرسي في مجلس الأمن، لم تكن تفعل ذلك من أجل العملية الاستعراضية فقط، ولكن كانت تحمل هماً، كانت تريد أن تحقق أهداف معينة. والجزائر دائماً يعني حتى تقرير مصير الجزائر تم على المستوى هذه المؤسسة الأممية، والجزائر تريد أن تبقى هذه المؤسسة الدولية ملتزمة بقيمها، ملتزمة بمبادئها. والجزائر عندما وثقت فيها الدول وعندما تمكنت من الوصول إلى هذا الموقع، ومن خلال يعني أنها تملك كرسي في منظمة أو في مجلس الأمن وإن كان غير دائم، إلا أنها بمجرد ما حققت هذا الهدف يعني لم تتأخر كثيرا حتى تثبت العالم بأنها لا تريد أن تحتكر كرسي فقط، ولكن تريد أن تستعمل كل ما بوسعها وأن لا تدخر أي جهد في الدفاع عن القضايا العادلة. وتزامن هذا مع الهجمة الوحشية على غزة، وأثبتت الجزائر في الوقت الذي يعني فشلت كثير من الدول العربية في الوقوف وأن تعبر عن حضورها وأن تدافع وأن تستعمل كل آليات وأدوات القوانين القانون الدولي، لم تدخر أي جهد في استعمال هذا الذكاء الدبلوماسي، هذا الجرأة الدبلوماسية، هذه الثقة في عدالة القضية. لكن الكثير كان يعتقد أن الجزائر لن تصمد بمواقفها، خاصة ما يحدث من صراعات في دول العالم، ولكن الجزائر كعادتها دولة ثابتة في مواقفها الدبلوماسية بعد انتخابها وبمقعد غير دائم في مجلس الأمن، وأيضا انتخابها منذ أشهر نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجزائر بقيت وفية لمبادئها وبقيت ناطقة باسم الشعوب المضطهدة. طيب أستاذ عبد الرحمن بن شريط، هل تسمعني؟ أستاذ عبد الرحمن بن شريط. طيب، كان معنا الأستاذ عبد الرحمن بن شريط للحديث عن المقاربة لتعزيز الالتزام الوطني، منتدى حواري أول من نوعه حول إنجازات الجزائر الجديدة. وكان هناك أيضا حديث عن السياسة الخارجية الجزائرية، المواقف الثابتة وإعادة التموقع. كان معنا عبر خدمة سكايب الأستاذ عبد الرحمن بن شريط، أستاذ العلوم الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة، وتحدث عن المواقف الثابتة للدبلوماسية الجزائرية في ظل الصراعات الدولية والإقليمية. أستاذ عبد الرحمن، كنت قد سألتك أن الجزائر بعد انتخابها وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وانتخابها نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيت وفية لمبادئها، وكانت الجزائر وما زالت وستبقى الناطق باسم الشعوب المضطهدة. بالفعل أخي الكريم، بالفعل الجزائر عندما تلتزم بهذه الأهداف فهي يعني تعتمد على خبرتها، على تجربتها، وعلى مواقفها، وعلى تضحياتها الجسام، وهي تدرك أهمية الحرية والعدالة، وترفض كل أدوات وأساليب يعني الاستبداد الذي مع الأسف أصبح الآن يعني ظاهر للعيان في القضية الفلسطينية في غزة. وأصبحنا نلاحظ كيف أن هذه القوى يعني التي كان المفروض أن تكون هي التي تدافع عن المنظومة الأممية وعن القوانين أصبحت يعني تنظر بشكل يعني غير عادل لهذه القضية، ومما أدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم ترتكب في مرحلة لا يمكن معها
أن لا نرى وأن لا نشاهد وأن لا نتفاعل مع ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط عموما وفي غزة بالتحديد. ولذلك فالجزائر تريد أن تستعمل كل إمكانياتها، أن تريد أن تستثمر في ثورتها، في قيمها، في مبادئها، وفي التزامها واحترامها للقوانين الدولية. الجزائر تعتبر قوة استقرار في المنطقة، تريد دائما أن تكون ملتزمة وأن تنبه حتى الأمم المتحدة بمواثيقها. والقضية القضية لا تتعلق فقط بقضية فلسطين وغزة، بل قضية الصحراء الغربية، وكيف أن الجزائر ما زالت تصر وتحرج إن صح التعبير المنظمات الدولية في الالتزام بقراراتها وفي الالتزام بواجباتها تجاه هذه القضية التي هي قضية تصفية استعمار والقضاء على بقايا الاستعمار في إفريقيا. إذن الجزائر عندما تتكلم تتكلم بجرأة، تتكلم بقوة، تتكلم وتجد آذان صاغية، لأنها أثبتت للعالم للقريب والبعيد للعدو والصديق بأنها تحترم المواثيق الدولية، تلتزم بها وتصر على تطبيقها بحذافيرها دون تمييز. وهذا ما مع الأسف ما لاحظناه، يعني لاحظنا أن الجزائر أصبحت وكأنها تحرج هذه القوى وكأنها تحرج هذه السياسات التي لا تلتزم بوعودها ولا تلتزم بالقانون الدولي. ولذلك الجزائر يعني حققت احترام وتقدير كبير وإنجازات يعني عملية وإنجازات كبيرة جدا، وهذا يعني يشهد به العدو قبل الصديق. والجزائر في التزامها بهذا فهي كما قلت منذ قليل تستثمر في وعائها التاريخي والثوري وترفع شعارات إنسانية لا يمكن لأي عاقل أن يعترض عليها أو أن يتنكر لها. نعم أستاذ عبد الرحمن بن شري تبقى معنا ويلتحق بنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام الأستاذ بحري سعادة، وهو رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الحواري لمؤسسة وطني. أستاذ بحري سعادة مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طيب. على نعم العفو. اليوم نظمتم منتدى حواري أول من نوعه لرصد إنجازات الجزائر الجديدة بعنوان مقاربة لتعزيز الالتزام الوطني، وأيضا تحدثتم عن السياسة الخارجية للجزائرية، المواقف الثابتة وإعادة التموقع. لو تضعنا في صورة هذا المنتدى الأول من نوعه. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لقناة شروق على هذه الاستضافة. أولا قبل أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى المزدوجة المصادفة لعيد الاستقلال وعيد الشباب. فيما يخص المنتدى، هو منتدى تم تنظيمه من طرف مؤسسة وطنية لفونداسيون وطني، اختير له هذا اليوم الرمزي اللي هو السجويلية في إطار الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. فيما يخص هذا المنتدى، اولا كان تم من خلال ثلاث جلستين اساسيتين. الجلسه الاولى كانت ناقشت القضايا السياسيه والاقتصاديه والحصيله تاع هذه الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه التي باشرها السيد عبد المجيد تبون خلال السنوات العهده الرئاسيه الاولى تاعو، وايضا تناولنا مساله الديناميكيه الجديده للسياسه الخارجيه الجزائريه التي كانت مميزه خلالها خلال الفتره الاخيره، ومن خلال طبعا تاكيدها دائما على مبادئها الثابته ومواقفها الثابته، واعاده تموقع مميز جدا للسياسه الخارجيه الجزائريه من خلال طبعا ولوجها الى مجلس الامن من خلال العضويه الغير دائمه. وايضا كان لنا ايضا نقاش حول محور يتعلق بالتحولات الرقميه الجاريه وتداعيات هذه التحولات على المجتمع الجزائري. ناقشنا التحديات التي يفرضها هذا التحول وايضا الفرص التي يمكن الاستفاده منها، بالاضافه طبعا الى محاوله النقاش فيما يتعلق بدور بعض المؤسسات المرجعيه الاستراتيجيه الحضاريه بنتمنى كجامع الجزائر ودوره في تحسين القيم وتثبيت الهويه الجزائريه في ظل هذا العالم المعولم المعقد المتشابك. كيفاش كان شكل هذا المنتدى؟ ورشات ام ندوه مفتوح؟ لا، كان عباره عن منتدى حواري تم من خلال جلستين ومن ثم فكان عباره عن تدخلات في شكل حوار لاساتذه ولخبراء في الجانب السياسي الاقتصادي، في الجانب السياسه الخارجيه، وايضا حتى في الجانب الاجتماعي والتحولات الرقميه وغيرها. فمن ثم كان عباره عن نقاش مفتوح تم من خلاله طرح العديد من الافكار والتصورات فيها في هذا السياق. يعني استاذ عبد الرحمن بن شريط، اعود اليك، ما مدى اهميه مثل هذه المنتديات؟ المنتدى عندما يعتمد على خلفيه علميه وعندما يستنجد بين قوسين
أصحاب المواقف والآراء والذين يملكون أدوات التحليل وأدوات الدراسة والفهم والذين يعتمدون على يعني التعامل مع البيانات، التعامل مع المعطيات والأرقام، وهذا يعتبر شرط أساسي في أي تحول وفي أي تطور. لابد أن تكون السياسة مجرد إرادة طيبة وحسنة، لابد أن تكون السياسة مبنية على دراية، على معرفة، على قراءة سليمة فيما يحدث في الواقع. وأعتقد بأن هذه المقاربة هي مقاربة ضرورية في هذه المرحلة. والكل الآن يشعر بأن إمكانيات الجزائر وطاقات الجزائر أكثر مما يتم يعني استغلالها، والكل يشعر بأننا لحد الآن لم نتمكن أن نقدم كل الإمكانيات استثمار ويعني تحديد كل التعبير الآليات والأساليب التي يمكن أن تحققها الجزائر. نحن في تأخر نوعا ما مع ما يمكن أن تقدمه لنا الجزائر من إمكانيات، من طاقات ومن قدرات، سواء بالنسبة للجانب الجغرافي أو الطبيعي أو الديموغرافي. كل هذه الوسائل وكل هذه الإمكانيات لابد أن تجتمع، ولابد أن يكون هناك نوع من التنسيق بين هذه القوى المختلفة. وهذا بطبيعة الحال يعتبر مسألة لابد أن تناقش بكل موضوعية وبكل تواضع، في حتى يكون هناك علاقة بين القمة أو الهرم السياسي والآليات العلمية والجامعية والقدرات التي من خلالها تحقق هذه النقلة التوعية مستقبلا. عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة، شكرا لك. عفوا، بارك الله فيك. شكرا لك. طيب أستاذ بحري سعد، أعود إليك، ما هي أهم الإنجازات التي تم رصدها في هذا المنتدى؟ أولا على المستوى السياسي، أهم إنجاز هو إعادة البناء الدستوري والمؤسساتي في البلاد، طبعا من خلال، وهذا كان تعهد بين تعهدات الرئيس، ومباشرة بعد انتخابه شرع في تنفيذ البرنامج، على الرغم من الظروف والتحديات التي تزامنت مع بداية الشرع في تنفيذ برنامج السيد الرئيس، وعلى رأسها طبعا جائحة كورونا وتداعي جائحة كورونا على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي، إلا أنه كان أهم إنجاز هو تعديل دستوري لسنة 2020، بالإضافة طبعا إلى إعادة بناء المؤسسات وبروز مؤسسات جديدة دستورية، وعلى رأسها المرصد الوطني حقوق الإنسان، مسألة الشباب، المحكمة الدستورية، الكثير من المؤسسات التي كان الهدف منها هو طبعا تمكين المتبادل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني المختلفة. ناهيك عن الإطار الاقتصادي، وين لاحظنا أنه قلت في ظل الظروف الصعبة جدا اللي تأزم فيها الاقتصاد العالمي، إلا أن الجزائر نجحت في تسيير الأزمة الأولى اللي هي أزمة جائحة كورونا، واستطاعت فعلا أن تصل إلى المحافظة على استقرار السوق، على الأوضاع الماكرو إيكونومية بصورة عامة أو الاقتصادية الكلية بصورة عامة، الرواتب بتاع الموظفين لم تتوقف، الإعانات الاجتماعية للدولة على الرغم من الظروف صعبة جدا، إلى أنها بقيت دائما تسير بنفس التوجه تاع السيد الرئيس. وطبعا أهم إنجاز أيضا اللي نعتبره بأنه إنجاز يفتخر به كل جزائري، هو بعث هذه الديناميكية الجديدة للسياسة الخارجية في ظل والإنجازات ما زالت متواصلة. أستاذ بحري سعادة، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الحواري مؤسسة وطني، شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج متابعات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.